يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا وبسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل. افتتح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا كوفيد-19. هذا وقد انطلق منتدى شباب العالم يوم 10 يناير، حيث بدأ بالحفل الافتتاحي، تلا ذلك جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها. على مدار فعاليات المنتدى عقدت عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر والتنمية المستدامة. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما بنتابع دايما من امس الافتتاح، زي ما انا قلت لحضراتكم الافتتاح العالمي لمنتدى شباب العالم، وزي ما بنقول دايما اصرار القياده السياسيه على وجود هؤلاء الشباب. الحقيقه مجموعه من الرسائل المهمه جدا اللي قدمها فخامه الرئيس واللي بيقدمها شبابنا المصري واستقبالنا لكافه شباب العالم 196 دوله، ده رقم كبير جدا، اكتر من 15,000 شاب موجودين في ارض السلام في شرم الشيخ. كل الامور دي عشان توضح مجموعه من الرسائل المهمه جدا اللي بيطلقها هذا المنتدى، مش الرسائل بس، قد ايه مصر بتشتغل. احنا بنشتغلش في عالم منعزل، احنا بنشتغل مع بعض في زي ما بنقول كده عالم واحد وبنخاطب الإنسانية. خلوني أرحب بضيوفي اللي منورين النهاردة. برحب بالدكتورة إيريني تادروس استشاري التخطيط الاستراتيجي. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. برحب أيضا بالأستاذة ريهام العدلي الكاتبة والباحثة في شؤون الشباب والمرأة. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضراتكم. شفتوا إزاي الافتتاح بالأمس؟ تفضل يا دكتور. يعني هو حدث مبهر، يعني في أحداث كتير، يعني ممكن نشوف مؤتمرات أو أحداث كتير ممكن تكون مبهرة، بس هو حدث مبهر صادق. يعني الدولة المصرية بتعلن هويتها ورؤيتها وهي مين وماشية إزاي، لأنه هي ما عندهاش حاجة يعني تكون بتخشى منها، فهي دولة مسلمة ليس مستسلمة زي ما الرئيس أعلن. فهي بتطلب السلام وبتدعو للسلام، والاستراتيجية أو الوسيلة اللي هي بتقدمها من خلال ده الشباب اللي هم حلم الغد. فالدولة المصرية بتعلن هي مين، بتعلن إن هي بتقبل الاختلاف، بتعلن إن هي بتؤمن بالفنون، بتعلن إن هي بتتبنى وبتحتضن ليس شبابها فقط ومش بتنفر الشباب. يعني دايما الدول العجوز شوية أو المسنة بتنفر الشباب، الدولة المصرية بتعلن إن هي مش كده، إن هي بتحتضن شبابها ومن خلالهم بتتواصل مع شباب العالم. نعم، إعطاء الفرصة كمان للشباب، وده جهد كبير. وكان زي ما بتقول دكتورة إيريني إنه كان في تجنيب شوية للشباب في القيادات والمناصب. النهاردة رأس الدولة بيقعد مع شباب وبيسمعهم وبيفعل كمان القرارات بتاعتهم. طيب أستاذة ريهام، لما نيجي نتكلم على أهمية انعقاد منتدى شباب العالم في مصر وإصرار الدولة المصرية على انعقاده بهذا الشكل، وأن هي مستمرة دايما في الفعاليات والإضافات الجديدة اللي أضيفت لهذا المنتدى، تفضلي يا فندم.
طبعا من اول الانطلاقه الاولى، وكان سياده الرئيس السيسي كان مراهن على الشباب وعلى وعيهم وان هم اساس الحاضر والمستقبل، وطبعا دول اثبتوه في خلال كل الفعاليات اللي فاتت، واثبت ان هو فعلا على حق، ان اكتسب خبرات كثيره من خلال تبادل الاراء ما بينهم وما بين كافه الشباب حول العالم. يعني فعلا كان الحدث امبارح ان 196 دوله مشاركه، خصوصا ان فتحوا مجال جديد انه برضو الناس ما قدرتش تيجي تشارك من الشباب، فتحوا ان هم يبقى في تواصل من خلال برضو الفيديو كونفرنس. ودي كانت حاجه برضو حدث مبهر حقيقي، ان هم فعلا مصرين ان هم يستمروا، ان مصر ام الدنيا ومصر دايما ملتقى الشباب العالم، والنجاحات اللي حققتها فعلا النسخه الاولى والثانيه والثالثه كانت مبهره بشكل رهيب، مع ان يعني وكان التوقف بتاع كورونا السنه اللي فاتت اثر كتير جدا على الشباب ده نفسيا، لان هم يعني عندهم قدره وعندهم مواهب في الحديث مع قاده الزعماء والدول والقياده السياسيه، كل ده بيساعد ان احنا فعلا بنوصلهم للمرحله اللي هم فعلا يكونوا معدين القيادة السياسية، وأنه يطرحوا كل أفكارهم وأرائهم بالتبادل مع الدول الأخرى. يعني كمان عايزة أضيف مع على كلام حضرتك خطاب صناع المستقبل، وهم الشباب اللي موجودين من كافة العالم، لما النهاردة بيجوا ويتفرجوا على بلدنا ويشوفوا الحراك الفكري والإبداعي لشبابنا، وهم كمان أعتقد أنهم بيمشوا في ذهنهم دكتورة إيريني فكرة مهمة جدا عن البلد العظيم اللي استضافتهم. يعني احنا بنتكلم هنا على محاور ثلاثة، احنا بنتكلم على الابداع والتنمية، وبنتكلم كمان على السلام. يعني والسلام دي كانت الحقيقة كلمة مهمة جدا، حتى بدأها فخامة الرئيس بالسلام لمنتدى الشباب. شفتي ده ازاي؟ والمحاور دي هينفذوها ازاي شباب العالم في هذا المنتدى؟ خليني اقول المحاور دي هي اللي بتستند عليها ثقافة المنتدى وثقافة الدولة المصرية اللي بتصدرها للعالم. يعني الدولة المصرية بتصدر ثقافة انه انا دولة بدعي للسلام وبمد ايدي بالسلام، بقبل الاختلاف زي ما قلت من شوية، ووسيلتي في ده ان انا مش واخدة اولادي وعزلاهم عن العالم، انا في امان كامل ان انا اطلقهم للعالم واثقة فيهم واثقة في رسالتي. الدولة المصرية بتعلن ده، وفي نفس الوقت بسعى لبكرة من خلال التنمية وأهداف التنمية المستدامة، وبرضو بسعى لبكرة من خلال الابتكار والإبداع. وطبعا في ورش عمل كثيرة جدا لريادة الأعمال وصنع رواد الأعمال. الدولة المصرية بتعلن بثقة هي مين، وبتبعت الرسالة دي لكل العالم. محور الإبداع هنا، شفنا مع بعض حفل الافتتاح، وكان في الافتتاح اللي بيتحدث عن كورونا وما حدث، وبعد كده توجيه رسالة شكر وتقدير للي ضحوا بنفسهم، وطبعا احنا بنتكلم على خط الدفاع الأول وما إلى ذلك. يعني مشاركة كل الشباب في هذا العمل الإبداعي شفتيها ازاي يا استاذة ريهام، وقد ايه تأثيره كان مباشر على المتلقي؟ طبعا الاكتر حاجه فعلا لفتت نظري المشاركه بشكل جيد جدا وبشكل متفقين فيه على نفس الاهداف، التعاون، بس السلام، تقبل الراي والراي الاخر، المحاور الاساسيه كلها اللي احنا اتكلمنا عليها كلهم. بصراحه كان امبارح الحفل الافتتاح كان رائع من حيث الترابط ما بينهم، كل واحد فيهم جاي عايز يعرض رايه، عايز يقتنع برأي الآخر. فعلا زي ما قالت الدكتورة، فعلا هو الاختلاف هو اللي بيميز، وده كمان أكد عليه سيادة الرئيس امبارح في الكلمة اللي ألقاها. وكان فعلا الأيقونة كلها بتاعت الشباب رائعة، وكلها مجهود وكلها حب. وأنا لاحظت أن فعلا 196 دولة بشبابها فعلا بيحبوا مصر، وقد إيه متحمسين. تآلف بين هذه الجنسيات بعضها ببعض يعني، وده بيؤكد طول الوقت انه مصر هي حاضنة لكافة الثقافات اللي موجودة، سواء بقى بالعقائد بتاعتهم باختلافاتهم. ما كانش فيه الحقيقة يعني ما فيش حدود للإبداع والتفكير بيننا وبين بعض. لما بيتعامل هؤلاء الشباب يا دكتورة إيريني مع بعض، والجنسيات المختلفة والأفكار اللي بيضعوها مع بعض، أعتقد أن ده بيولد مجموعة كبيرة جدا من الفهم الحقيقي للهوية المصرية
زائد كمان الإضافة العظيمة اللي بتنشدها أو بينشدها سيد الرئيس إنه إحنا كمان بنروج لبلدنا بشكل غير مباشر، يعني سواء على المستوى السياحي أو الدولي، مصر على الخريطة العالمية طول الوقت وتحت الأنظار بالزبط. طبعا بالفعاليات السابقة تفضلي فن. يعني الدولة المصرية بعد 2011 كان في صورة ذهنية تم تصديرها للعالم، وكملنا كده لحد تولي سيادة الرئيس. فإحنا كل المفاهيم اللي لو كانت وصلت غلط احنا بنصححها عشان نقول حقيقة الشعب المصري وحقيقة القيادة السياسية المصرية وفكر مصر. احنا بلد بنعتز بتاريخنا وبنصدر ده في كذا حدث اللي حصل. احنا دولة بتؤمن بشبابها مش بتنفرهم، وابتدينا يعني كذا كل فترة بنوصل صورة ذهنية. الأجانب صورتهم عن مصر هم البيراميدز، كل حاجة بيراميدز، لكن مش عارفين هي مين النهاردة. فلما أنا أوصل لهم الرسائل دي بالطريقة دي وعن طريق ولادهم بالضبط. خلي بال حضرتك في العرض المسرحي كان في دمج بين صحيح. الرسالة الأديان نعم. يعني دي دولة صادقة في إن هي بتقول أنا كل الأديان دي منبعها واحد ومضمونها واحد، وعمالة تجمع مش تفرق، عمالة تجمع كل اللي قادر يتشارك معايا في أرضية مشتركة أنا برحب بيه. فهي هي دي الرسالة. لما في الهولوجرام جايبين أينشتاين، ده فيلسوف يهودي، الأم تريزا خادمة مسيحية، جلال الدين الرومي ده فيلسوف مسلم. الدمج ده رسالة قوية جدا للعالم. أنا جاية أقف على أرضية مشتركة مع الآخر أي ما يكون ما دام هدفه السلام. جميل. أستاذ ريهام، مجموعة الشباب اللي حضروا واللي موجودين، وفي منهم ناس مستمرين من النسخة الأولى معانا النهاردة وبيقدموا مقترحات وبيقدموا حلول لمشكلات العالم وبيتحدثوا فيها، انت عندك ايه انا عندي ايه، التكامل المنشود في هذا المنتدى الحقيقة، شفتي ازاي وشفت الامكانيات المبهرة الحقيقة لشبابنا المصري، سواء في التنظيم سواء كمان في ترتيب الجلسات واختيار الموضوعات، ده كان جزء مهم جدا في هذا المنتدى. تفضلي. صحيح فعلا، انا كمان لاحظت ان فعلا في موضوعين مهمين جدا تناولوهم في المنتدى ده. أول حاجة جائحة كورونا وتأثيرها طبعا تأثر على العالم، سواء كان اقتصاديا سياسيا اجتماعيا كل حاجة، لأن كانت طبعا أثرها بالسلب على كل العالم وعلى السياحة وعلى الاقتصاد. فده طبعا موضوع كان مهم جدا، وفعلا حسيت أنه هو من خلال تجارب كل شباب العالم هيطرح نظرة معينة عن الموضوع بتاع الكورونا وتأثيره على كل بلد من البلاد المشاركة. تاني حاجة برضو لفت نظري تغير المناخ. قالوا فعلا ان هم هيتناقشوا عن الموضوع ده، وطبعا ده بالفعل دي برضو موضوع مهم والعالم كله أصبح برضو بيتكلم عنه. صحيح. فده برضو انا من خلال الموضوعين دول اساس جديد. وكمان كان عندنا مؤتمر سابق للمنتدى عن التغير المناخي في تغير المناخ بالظبط. فبرضو كون ان الشباب يشاركوا فيه وكل واحد من دوله يعرض رايه ويعرض المشكله اللي بيتعرض لها او اللي عاشها في الكورونا او في تغيير المناخ وارائه فيها، دي في حد ذاتها قمه التعاون بينهم من بعض، ان هم يوصلوا في الاخر لقرارات كويسه او اقتراحات يستفادوا بها قياده الدول المختلفه المشاركين في المنتدى. زي ما شفنا الاقبال كان ضخم جدا، شباب العالم 15,000 شاب وفتاه موجودين عندنا في ارض مصر. هذا الرقم الكبير كيفية تنظيمهم، كيفية العمل معاهم ما هياش يعني صورة وبالأمر السهل، لكنه كان الحقيقة من التجارب بقى بتاعتنا السابقة في تنظيم هذه المنتديات، ده وفر كتير جدا من وجود ومعيشة هؤلاء الشباب. شايفة إيه أهم الرسائل اللي ممكن يسافر بيها هؤلاء الشباب إلى أوطانهم ويقدموها لبلدهم عن مصر؟ يعني أنا أفتكر كنا يعني في أحداث بسيطة وصغيرة، لما كنت تسأل ناس أنت إيه أكتر حاجة عجبك في مصر، يقولك people الناس. فلما أنا
بالتنظيم بالجودة دي والشباب جواهم باشن، جواهم شغف، وهم بيعملوا كده مش بيعملوا كده كعمل روتيني، هم مصدقين في اللي هم بيعملوه، واضح ده السبيريت دي بتوصل. يعني انا وانا بعمل ده وانا عايزاه يوصل باحسن. انا شفت امبارح كتير من اللقاءات مع المنظمين، لا الشباب دي بتعمل حاجه حباها ومصدقه فيها، واتبعتت لهم رساله ان احنا مصدقين فيكم. يعني فهم اللي بيستقبلوه بيطلعوه، فهم ابتدوا برضو يقولوا هم انا كمان قد المسؤوليه. يعني اما الواحد ابنه صحيح. انا بقول له انا مصدقه فيك، بيقول لي انا كمان قد المسؤوليه. هو ده اللي بيحصل. فشايفين نموذج حقيقي اللي هو سياده الرئيس بيقودنا كلنا، هو الرئيس النموذج. فبالتالي هم اديتهم دور عايزين يستغلوه ويقولوا لك ان انا قد المسؤوليه دي. كل ده هيوصل للزائر وهيتكلم عن مصر الحديثة وليس مصر بس التراث. احنا يعني قفلنا حتة التراث دي او يعني عرفنا نصدرها كويس قوي، بس الحدث ده هي مصر الان. مصر الان يعني الحوار ممتد الحقيقة عن هذا المنتدى، وعايز اقول انه كمان كان فيه مشاركة مهمة جدا من قادرون باختلاف، وده عجبني قوي، وكان ليهم اهمية قصوى او كبرى الحقيقة في هذا المنتدى، سواء من منظمين أو حتى مشاركين في هذا المنتدى. في كل تحية والتقدير الحقيقة للقائمين على منتدى شباب العالم، مستمرين معاكم في مصر جميلة بإذن الله في الحوار وكشف كواليس مهمة عن هذا المنتدى. لكن في النهاية اسمحوا لي أرح يعني أشكر الضيوف اللي نورونا النهاردة. شكرا جزيلا دكتورة إيريني تدرس استشاري التخطيط الاستراتيجي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وأشكر الأستاذة ريهام العدلي الكاتبة والباحثة في شؤون الشباب والمرأة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم، بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد، إلى اللقاء. Again.